اكو حوار قبل فتره نقاش. خطبت وحده وتزوجتها انت اي راح تروح المره اي قبل فتره تزوجت يعني مو وحده واثنين عده نساء عينهم قصبه زين مع عباس ثاني مو قصبه زينه وما لقيناها ويا بيتها تخطب هاي وتتزوج هاي نفس انت قبل فتره مو راجعتني قبل فتره انا انت لا لا انت قبل فتره راجعتني زين على مو شغله مريه ضحك عليك وما اخذ فلوسك انت شنو تستهزئ بينا مثلا عمي انا جاي لابس لي قاطم خطط شنو تستهزئ بي انت تستهزئ بينا وما يعني ترى زين لو لا لا ابالي انت قاعد مو بقصبه لا هاي هاني انه لا انا اطلع في الحلقه واروح عيب الحلقه ما تطلع اباضيكم اني عيب هذا الكلام تستهزئ بي انا اقول شغلتك والله العظيم على مودك عيب وثانيا من تقعد قباله بقصبه عدي القعده مالتك عيب عدلها بس احترم زين انت ليش ماخذ الموضوع بعصبيه انت تقول انا عندي يا خلي واحد يطرايه وانت هم طرايه طبعا عندي قدرات ثاني اكشف له اخذ الاخيره واشوف قدراتي اخذ الاخيره اخذ الاخيره واخذ الخيط بس قبل وش انت تنكت انت او شنو تنكت انت ما عاجبه العجب عين نسيت اقول لك شيء بس كم يزعل والله العظيم امنيتي تروح من بابليون جايبين شجره عيد ميلاد كانك بابا نوال والله احذرني هاي شنو هاي ترى هسه مسجلني زين لو لا زين احكي عدل وياي لحد الان انا ما عرفتك انت مطرب شاعر زين لو لا ليه يا شعر بنات هسه شنو هذا انت شنو اضحك لك انا ايش اسوي لك انا هسه انت مو جيت يم الحلاق مسوي تسريحه وجاي دارس هجوم اقول لك دباع الساعه مالتك جداريه نايلونها وينك واحد يلبس وينك مطرب لابس ساعه جداريه جاي يحكي وياي زين اخذ الاخيره